في نفس السياق بقى وفي سياق الطب والعلم، دكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أعلن عن استخدام الرابط الجراحي بوحدة علاج القصور الكلوي وجراحة الطب في كلية القصر العيني لبدء استخدامه في جراحات متقدمة بدعم من البنك المركزي. طبعا مستشفيات القصر العيني جراحتها بالمجان، والرابط الجراحي ده ثورة في عالم الجراحات العالمية، قيمته تقدر بحوالي 45 مليون جنيه مصري. ليه مهم يكون موجود وليه مهم يكون موجود في القصر العيني القلعة الأهم لتقديم الخدمات الطبية عالية المستوى وأيضا بالمجان لكل المصريين؟ دي أسئلة نتشارك بيها مع دكتور حسام صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة. دكتور حسام مساء الخير على حضرتك. أستاذة دينا مساء النور. يعني واحنا بنشوف الرابط الجراحي واللي متابع الطب وتطور الطب يعرف انه هو ثوره في عالم الجراحات الدقيقه او المعقده. احكي لنا اهميه وجوده في مستشفيات القصر العيني، الاجراءات اللي بدات ثم وصلنا الى انه موجود بالفعل وممكن يساعد ازاي سواء في البحث في الدراسه او في اجراء الجراحات. خليني أقول لحضرتك حاجة بسيطة في الأول، إن المنظومات الصحية في العالم كلها كانت متعارف دائما أبدا إنها بتتطور كل 10 أو 15 سنة. طبعا حضرتك ده اتغير في الأعوام السابقة، لأن في حاجة اسمها الثورة الصناعية الرابعة، وهي بقت بتدخل في كل حاجة في الدنيا حتى في المجال الطبي، وبالتالي سرعة التقدم الطبي بقت هائلة. فتبنت جامعة القاهرة سياسة مهمة هي التحول لجامعات الجيل الرابع، ودي بتعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتدريب. وطبعا حضرتك عارفة ان قصر عيني هو اقدم مدرسة واعرقها من قرنين من الزمن، وكانت دايما ليها ريادة، وفي وقت ظهرت مدرسة الطب الاولى في الشرق الاوسط وافريقيا ما كانش في مدارس طب تانية، ومن غيرتنا ومن مسؤوليتنا في بلدنا ان احنا لازم نرجع ويبقى لنا ريادة، فإحنا مسؤولين عن تدريب الأطباء وتخريجهم بأفضل وأحدث التقنيات اللي هي هيبقى ليها أثر للمريض والمواطن المصري الطبيعي. الروبوت الجراحي مسته إن هو بيعمل عمليات دقيقة ومعقدة، هي ما بي هو مش الروبوت هو اللي بيعملها، هو اللي بيتحكم فيه هو الجراح، ولكن حضرتك عارفة الإمكانيات البشرية بتعملي عملية دقيقة وعميقة في جرح صغير، محتاجين عدسات مكبرة، عمليات ثلاثية الأبعاد، فدي بتوفرها فبتخليكي تعملي العمليات الدقيقة والصغيرة دي. احنا عاوزين أمثلة يا دكتور، لأنه فعلا في السنوات الأربعة أو خمسة الأخارة ممكن كنا نسمع الفكرة دي إنه الجراحة دي تحتاج تتعمل روبوتك أو بالروبوتس، فبالتالي فلان سافر يعملها في مستشفى واحدة في أمريكا بتعمل، الموضوع كان مش موجود ومش متاح. ايه انواع الجراحات اللي ممكن نقول النهارده نقدر نعملها لان عندنا رابط ممكن يساعد في مثل هذه الجراحات؟ هو طبعا من اشهر الجراحات اللي بنستفيد منها من روبوت، ونتائجها بتختلف كثيرا عن الجراحات التقليديه، هي جراحات الاورام، ودي ميزتها ان بتخلي فتره التعافي اسرع وفقدان الدم اثناء العمليه الجراحيه ابسط بكثير، وبتقلل وقت بقاء المريض في المستشفى، وده ليه تأثير أساسي في جودة أداء المستشفيات. طبعا دايما لما نقيس أداء المستشفى بنشوف متوسط إقامة المرضى بالمستشفيات، كل ما كان أقل كل معناه إن الإجراءات الطبية كانت سريعة وجيدة وذات جودة عالية. يعني يا دكتور حضرتك كأنك بتقول لنا إن وقت التعافي الطويل ده نصه هو تعافي من الجرح اللي ما بعد العملية، فتقليل حجم الجرح ودقة العملية يسهل في دورة خروج المريض وتعافيه بسرعة، مظبوط كده؟ بالظبط، وبيقدر يمارس كمان حياته بشكل أفضل وأسرع، ما بيبقاش فيه ألم بعد الجراحة. حضرتك تخيلي احنا الجراحات كتير قوي بيتقال المرضى ما تتحركوش، والمريض بيقول أنا عندي شد وألم في الجرح، الكلام ده ما بيبقاش موجود بعد هذه العمليات الجراحية. ولكن الأهم هو ان العمليات الاورام بالذات حضرتك وكل الناس عارفين ان هي عمليات صعبه، الروبوت خلى العمليات دي ابسط واسهل فنتائجها بقت احسن، عشان كده دايما ابدا بنقول ان هو انجح وافضل
عن الجراحات التقليدية فيما يخص جراحات الأورام. طيب دكتور حسام، ان احنا في الفترة اللي فاتت دي احنا بقالنا 3 أسابيع شغالين على الروبوت، عملنا حوالي 14 عملية جراحية. ايوه، لحقتوا تتدربوا بقى امتى؟ وده السؤال. تدريب الاطباء، انا عارفه ان في اساتذه كتير في مصر مدربين، وفي يعني تبادل خبرات حاصل بقاله سنين في هذا المجال، وفي اساتذه كتير اساتذه في هذا المجال، لكن تدريب الاطباء والاجيال الجديده هيحصل ازاي، او ايه خطه تطبيقه؟ هو حضرتك طبعا عشان الاستاذ اعضاء التدريس يشتغلوا على الروبوت كان لازم يتدربوا، يعني احنا مش جبنا جهاز بس واشتغلنا عليه، احنا فعلا في طاقم من اعضاء التدريس سافر خارج البلاد وتدرب على الاجراء ده. هو الاجراء ده احنا الاطباء بياخدوا التقنيات اللي هم تعلموها في فترات تدريبهم داخل مستشفيات جامعه القاهره، اللي هي الجراحات المناظير والجراحات الاعتياديه، وبيطلع بقى يتدرب على الروبوت كجهاز، لان هو جهاز بيرفع مهاراته، بيسهل له الحركه داخل الجرح وداخل اثناء العمليه. فهو فعلا احنا دربناه. انا عايز اقول لحضرتك كمان بشرى ثانيه، احنا مش بس هنعمل عمليات جراحيه الروبوت ولمرضى الاورام، احنا ان شاء الله في الفتره القريبه هنتحول لمركز لتدريب الاطباء في الشرق الاوسط وافريقيا على جراحات الاورام فيما يخص المسالك البوليه. وده هل معناه انه في اعداد اكبر من رابط الجراحي هتوصل مصر، ويبقى في اتاحه اكتر عشان نبقى مركز للتدريب؟ احنا بنتكلم عن الجراحات المسالك، احنا طبعا هنتوسع للجراحات العامه في المستقبل القريب، يعني لان احنا كان المستهدف بتاعنا ان احنا نشتغل على تخصصين مهمين هم جراحه المسالك والجراحات العامه. قدرنا ان احنا نوفر جهاز روبوت، وحضرتك شايفه التكلفه قد ايه، ومشكورا البنك المركزي المصري تبرع علينا مشكورا بالجهاز، تكلفته 45 مليون جنيه زي ما حضرتك ذكرتي. فاحنا في الوقت الحالي احنا هنتحول لمركز متخصص لتدريب على جراحات المسالك باستخدام الروبوت في المنطقه ان شاء الله، مش في جمهوريه مصر العربيه بس. وده متوقع، وده اللي كان دائما ونتمنى انه يستمر في رياده مستشفيات جامعه القاهره، وتحديدا المستشفيات الجامعيه، في جوده الخدمه الطبيه المقدمه. دكتور حسام صالح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعه القاهره.